فكرة التصريح الأخير بقى، القرار الأخير برضه تحليل المخدرات بالنسبة للطلبة اللي كان مفاجأة في الأخير. لا ما طبعا تحليل المخدرات احنا بدأناه من 3 سنوات وكانت الأعداد كبيرة قوي. النهاردة في الحقيقة الأعداد تضاءلت وبقت قليلة جدا، وده يؤكد نجاح سياسة الجامعة في محاربة الإدمان داخل الجامعة، وأعلنا ذلك بالأرقام. وأيضا عملية الإنارة اللي بالطاقة الشمسية الجديدة دي ملفات في الحقيقة الجامعة بتسير نحو تحديث كل مرافقها، بحيث إن احنا تعاقدنا مع شركة بنها للإلكترونيات التابعة للإنتاج الحربي على إنارة الجامعة، تحويل إنارة الجامعة 1200 عمود داخل الجامعة الحرم الجامعي بالطاقة الشمسية، سيبدأ التنفيذ في خلال الأسابيع القادمة. أيضا تعاقدنا على تغيير صنابير المياه لكي تكون بالخلايا الضوئية اللي هي وخلايا الإلكترونية اللي هي تشتغل لما بالإيد تقرب ليها، على أساس إن احنا نحافظ على المياه ونوفر المياه ونقلل التكلفة، وأيضا توفير المياه أمر مهم قوميا. سؤال تعليق الكاميرات في لا هو بعض الطلاب اشتكوا من انه بيفقدوا امتعتهم داخل المسجد لما بيجوا يصلوا، وطلبوا من جامعه من اداره الجامعه تركيب كاميرات داخل المسجد لكي يتم مراقبه هذه السرقات، واحنا استجبنا لهذه الطلبات نركب هذه الكاميرات على ابواب المسجد من الداخل.